السلام عليكم. الله يمسيكم بالخير. كيف الحال؟ الله الله من الاجواء، والله الله من البراد، والله الله من الحياه الحلوه. حبيت امسي عليك وقولوا نعيم. اوكي، معكم سعد الكشوف. ابشرك من ربع اني حللت الجاكيت، جاء وقته، قاعد شريته وقاعد اسبوع في الشنطه ما قدرت البسه. اللهم لك الحمد. اليوم هو فز من الشنطه كذا قال يا سعد اليوم يوم. قلت له والله بساعدك 200 ريال. ماكش كذا؟ انت زين؟ لا 75. راكب اللي ما يبكي بشيكه الا عمل سعره، يقول للي وده يسوق سوقها. طبعا قاعد في شو اسمه ذي؟ ابها بارك صح؟ ابها بارك اسمه هذه؟ اوكي. فابها بارك انتظر اخوي عبد الله يجي. اخو اللف انت قاوم. يا رب انه ما يطول. نبدأ قاعد احس القهوه ساخنه، وما زال عبد الله اخوي ما قد جاء باقي ننتظره والله يزينها. نبدأ السبك ما يدري يعني ولد. ايش فيك؟ ايش فيك؟ اعوذ بالله. استغفر. يلا حي قل حي. طيب مرحبا يا ابو سيد، تاخرت عليك. شوي داخل البزعه ذي انك تاخرت. مرحبا والله. الله يسلمك. ايش حالك؟ صرت اصفر ما تعبت؟ فرندم شلون؟ الله يعافيك. وانا زي اليوتيوب بس نبهر. ها الله الله يا ولد. اظهر عبد الله اخوي يطق قومه اقطع حريشك. اعطى النظره كذا، اعطى النظره المشية يا ولد. ما شاء الله تبارك حبيبي. تشجع نادي الشباب او قلبك من نادي الشباب او بنتك او ورعك يحب نادي الشباب؟ لا. طيب ليه لابس اسود ابيض؟ عشان اكشيت اطلع يقطع حريشك. مسكت البطل متعوب عليه. ها بيض الله وجهك يا محمد على الهديه. يا طلع طال مكان ضاري على مزحنا معه في حلف. قال والله انت تاخذ. ومرحبا بك الشيخ. والله يبيض وجهك. بيض الله وجهك يا محمد على الهديه. ادبيها اسنان. مرحبا علي. البقع الشخوفه الله يبقيك ويطول عمرك. اليوم رحت يمكن 5 لوكيشنات في خلال نص ساعة. عم فقد نفي 10 دقائق ما هي نص ساعة. يا عذابي. طيب يا اخو اللي حاط راسك علك ولا قال معليش معليش امانة والله مطبخ. ايش عندك يا كوكتيل؟ قهوة ولا نعناع؟ نعناع. قهوة ولا نعناع؟ اخس. وش؟ قهوة ولا نعناع؟ هي وش يعني؟ قهوة ولا نعناع؟ قهوة. أخو محمد مصيبة مصيبة. قهوة ولا نعناع؟ نعناع. الحمد لله.